نسمى بقرية بن محمد، السكنة في قرية بن محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أنا التي أنا أتطوف فيها مع ملك وحكومتي. وكنا نتمنى هذا المعرض تنشفه في الدول الخارجية التي أصبح عندنا في المغرب، التي أصبح الآن حنا تنظر كل شيء قدامنا، وهذا الشيء فرحانين به وصاهرة على سيدة المغرب. وتنشكر هذه الصحافة اللي صاهرة علينا على هذه القائمة بالواجب. والله ينصر سيدنا ويكبر به السلامة في المغرب. والله ينصر الملك. نور الدين بريقات، مسؤول عن إعانات والتحفيزات بشركة هيدرومارك. هيدرومارك الشركة اللي العمر ديالها أكثر من 20 عام، تتبيع في تراكتورات لاماركيز، وعندها الماتريال ديال بي تي بي دوزان، عندها الماتريال ديال مينز ايكارير، وعندها لاباك بوكا. التعامل ديالنا في مركز تراكتورات، عندنا اتفاقية مع القائد الفلاحي في ماروك وتمويل الفلاح. التعامل تيكون الكليان تيدفع واحد القدر اللي هو 25% حتى 30% من الثمن ديال التراكتور، وما تبقى تيكون كريدي للمده ديالو تتوصل حتى 7 سنوات. لا ماركي كيس تنبيعو من 49 تخيل حتى 181 تخيل. مرحبا بكم مديرة التجارية في هيدرومارك، شركة تتواجد في المغرب هذا أكثر من 20 عام، شركة مغربية 100%. احنا اليوم شركة عندها 4 قطاعات، قطاع الفلاحي اللي متواجد اليوم في المنطقة الدولي الفلاحي بمكناس، اللي تمثلوا فيه الكيس حصريا في المغرب. دايرين عروض استثنائية وقرعة لفوز بماكينة ديال البال صنع أمريكان 100% لخوتنا الفلاحة. هذا المعرض تيتيح لنا فرص نتلاقاو مع الناس، كنديرو فيه المبيعات، لأن المبيعات ديال العام تتمثل تقريبا 60% في هذا المعرض الدولي الفلاحي. و بطبيعة الحال تنتلاقاو مع ناس، تنديرو عقود وتنديرو ملتقيات، وتمكن لينا نتواصلو مع الناس ديال البنكة، مع الناس ديال دي بي ا. القطاعات الأخرى ديال هيدرومارك، كاين القطاع البي تي بي اللي فيه ماركات عالمية بحال دوزان بحال بوكات. كاين قطاع اخر ديال انرجي اللي فيه ليكوب الكتروجين، لا مارك اكسا، هي ماركه تركيه فيها موتوريزاسيون بيركينز. وكاين القطاع الاخير اللي هو ميني كارير. ايوا تنقول لكم مرحبا بكم في هذا المعرض اللي تيبقى حتى النهار الاحد ان شاء الله، اللي فيه تنتمنوا انه كلشي يكون على خاطرو، كلشي يستافد من هاد العروض، وكلشي يستافد من هاد التخفيضات اللي دايره في هاد الايامات. مرحبا بكم حنا ان شاء الله.